ابو نور. والله هذه ملوخية زرعناها، اعطيناها 3 ميات، 3 ايام مية ورا بعض، وخليناها تخبر 8 ايام. وهذه الزقوة بتاعتها اللي هي زقوة اخر الاسبوع باذن الله. نسبوها قد اسبوع ثاني ونعطوها يوريا، وان شاء الله تفرج على الخير باذن الله. ما شاء الله تبارك. يعني اول ما زرعتها اعطيتها 3 ايام ميه. 3 ايام ميه عشان تنبت. تنبت النبوت بتاعها. بس انبتت قطعت الميه عنها اسبوع. اسبوع. تمام. اعطيناها ميه الحين، وبعد كده نصبر عليها اسبوع ثاني ونعطوها يوريا ونسبوها، وان شاء الله باذن الله فيها البركه وفيها الخير. ما شاء الله، الله يطرح البركه. هذه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. هذه انت باثرها بيدك ابو نور؟ بيد على طول، بيد. لك فيديوهات سابقه كنت وانت ابذر، ما شاء الله. ان شاء الله. ما شاء الله، لان انا ملاحظ ابو نور مستوى واحد وبذره واحده. باذن الله. يعني ما في حته فاضيه وحته مليانه، ما شاء الله تبارك، الله يبارك لك. ومسمي الطبيعي. نقلب التربه زي هذه، ها؟ زي هذه بالضبط. ماخذ زبل دجاج وغنم وخالطه مع بعض. وتقلب وتشمسه وتخمر، يعني معطيها حقها صح. ينطفى لازم عشان الزبل بيبقى سخن. الزبل ينطفى بالميه، يصير بالمية مية بارد على التربة، يريح النبات، يعطي النبات بالمية مية، ياخذ منه النبات ويصير ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.